الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، بالنسبة للكتابة التزييف فيها يمكن يكون سهل، لكن اكتشاف التزييف صعب. يعني المكتوب من أجل أن يكتشف صعب، وإحنا عندنا بالنسبة للعقود وصكوك الديون الناس يكتبونها، ويأتي المدعى عليه في يوم من الأيام ويتهم صاحب الممسك بهذه الصكوك أو بهذه العقود بالتزوير، ولا يكتشف هذا التزوير إلا المعامل في معامل الأمن العام وغيره، هي التي تكتشف هذا التزييف بالمراجعات، بآلات، بأدوات. أما اكتشافه بسهولة ويسر فليس كالحفظ في الصدور. الحفظ في الصدور اكتشافه سهل، أما الكتابة فإن اكتشاف التزوير والخلل فيها من الصعب بالنسبة للإنسان. وهناك أمثلة على التزييف في الكتابة بالنسبة لهذا. فرعون رمسيس الثاني كان مغرم بأنه يعني يبقى له شنة ورنة كما يقولون، مغرم بهذا، فأمر بمسح المكتوب على الآثار بالنسبة لوقائع حربية. هذه الوقائع لم يكن هو القائد فيها، وإنما كان القائد غير رمسيس الثاني، لكنه نسب هذه الوقائع إلى نفسه ومسحها بالنسبة للآخرين. هذا لم يكتشف إلا في العصر الحديث بعد مجيء الحملة الفرنسية على مصر وحل ألغاز حجر رشيد في اللغة الهيروغليفية. وجدوا أن اللي فعله رمسيس كان تزييفا للتاريخ ولم يكن تدوينا وتوثيقا للتاريخ. كذلك أيضا في العصر القريب، مش رمسيس بقى، نابليون بونابرت. نابليون بونابرت كان يهمه أن يتملك العالم، فحارب في الشرق وحارب في الغرب وما إلى ذلك، وأبقى العدو اللدود بالنسبة له إنجلترا، بريطانيا، الإنجليز، أبقاهم لآخر الأمر، لأنه كان يرى أن هجومه على البلاد البريطانية يعني كشربة ماء كما يقول، فأبقاها للآخر، يعني تفضل للنهاية وما إلى ذلك. لما ذهب إلى روسيا عملوه بالطريقة التي تسمى الأرض المحروقة. ومعنى الأرض المحروقة أنهم يعني يعسكروا في مكان ويتحصنوا فيه ويسيبوه، وبعد فترة من الفترات يحرقون هذه الأماكن ويذهبون إلى أماكن أخرى. فالجيش الجاي الغريب، الجيش المغير، الجيش المهاجم ينتقل من مكان إلى مكان، ويختلف الطقس من مكان إلى مكان، تطول خطوط الإمدادات والتموين، فيقل المأكل ويقل المشرب ويصبح في ضائقة. من ناحية أخرى تنتابهم الأمراض التي تأتي بتغير الطقس من مكان إلى مكان، وبناء عليه تبقى الطبيعة كأنها تحارب نيابة عنهم. فالروس عملوا معه هكذا حتى يعني
رجع يعني بخفي حنين، رجع خائبا مدحورا لم يصل إلى ما يريد. ومع هذا صك عملة من العملات المعدنية، صك عملة ذهبية، عملة فضية، عملة برونزية، العملات المختلفة، صك عملة بمناسبة دخول نابليون لندن. يعني معناها قبل ما يروح لندن، لأنه كان يرى أن الاستيلاء على بلاد الإنجليز مثل شربة المية كما قلنا، فكان يرى أن الحكاية، فمن أجل هذا كتب وهو على تمام الثقة هذه العملة التذكارية أن نابليون نزل لندن بمناسبة نزوله لندن بتاريخ كذا أو كذا. أيضا لم تكتشف هذه إلا بإيه؟ إلا بما هو معروف بين الناس، والذي كان معروفا بين الناس أنه طوف ببلاد العالم ولم يدخل لندن ولم يدخل إنجلترا. وبالتالي المكتوب اللي موجود في هذه العملة كذب، زور، ادعاء، تزييف. هذا التزييف لم يكتشف إلا بالمحفوظ عند الناس. يعني المحفوظ عند الناس هو الذي بيّن لنا أن هذه فرية وليست حقيقة من الحقائق. فبناء على هذا بنقول إن الكتابة مرحلتها تأتي تالية بعد الحفظ في الصدور، والحفظ في الصدور أولا زي ما قلنا بالنسبة له أنه هو الأصل في التعامل بين الناس. ثانيا قلنا يسهل اكتشاف الخلل في الحفظ في الصدور. من ناحية تالتة، الحفظ في الصدور عام لكل الناس، أما الكتابة فليس لها طبع العموم. بمعنى إيه؟ كل إنسان في هذا الكون يستطيع أن يحفظ، سواء كان يحفظ سريع، يحفظ جيد، أو يحفظ غير ذلك، لكنه يستطيع أن يحفظ. والإنسان قد يحفظ أشياء في موضوع معين ولا يحفظ أشياء في مواضيع أخرى فيها، لكن المهم إنه يحفظ شيئا ما. فالإنسان يستطيع زي ما قلنا أي إنسان أن يحفظ ما يسمع أو أن يحفظ ما يشاهد، يمكنه أن يحفظ هذا. فبالتالي الحفظ عام في الأشخاص، عام في الأحوال أيضا، عام في الأحوال. بمعنى إيه؟ أنا أستطيع أن أحفظ في حالة الصحة وفي حالة المرض، وإن كان درجة الحفظ تختلف، لكن أستطيع أن أحفظ في هذا الوقت وفي ذاك الوقت. فبناء عليه الحفظ في الصدور عام في كل الأحوال وفي جميع الأشخاص. الصغير يحفظ، الكبير يحفظ، الرجل يحفظ، المرأة تحفظ، العامي الذي لا يكتب ولم يتعلم يستطيع أن يحفظ. ونحن نشاهد ونسمع ونعلم عديدا من الأميين في الريف يحفظون المواويل ويحفظون المدائح ويحفظون بعض المواقف التي قد لا يحفظها الآخرون. فبالتالي نقول هذا عام في الجميع. كذلك الضرير الكفيف الأعمى، الأعمى يسمع ولا يكتب، وبناء عليه يمكنه أن يحفظ. وبالطبع الأعمى كان موجود قبل اختراع طريق البرايل، وفي طريق وهو لا يحفظ ببرايل بمقدار ما يحفظ بالاستماع والإنصات إلى الآخرين. فالحفظ بناء عليه
هو الأصل والأساس. من أجل هذا المعنى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه بحفظ ما يسمعون. يعني لما يجي له حد أو يقول شيء مهم يقول لهم احفظوا، احفظوا الذي أقوله لكم وأخبروا من وراءكم. يعني في حجة الوداع، مشهور خطبة حجة الوداع، النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما قاله بالنسبة لخطبة الوداع قال إيه؟ كل موقف من المواقف: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. هكذا كان يقول. في جاله وفد عبد القيس، قبيلة من القبائل العربية، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا وعلمهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن، وثم قال لهم: تعلموا ذلك، اذكروا ذلك، احفظوا ذلك، وأخبروا من وراءكم. يعني إذا ذهبتم إلى قبيلتكم قولوا هذا الكلام لتلك القبيلة. فبنقول إن مسألة الحفظ في الصدور هو الأصل والأساس، والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يستخدم أصحابه ذاكرتهم وحفظهم، وينمون هذه الذاكرة وتلك الحافظة. والصحابة والحمد لله كانوا على أحسن الأحوال في حفظ ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث المشهور، وحتى ندرك إلى أي مدى كان الصحابة يحفظون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما كان طبعا فائق الاهتمام بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يروي طبعا عدد كبير من الأحاديث عبد الله بن عمر. فهو بيروي لنا الحديث الذي نعرفه جميعا: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، من استطاع إليه سبيل. عبد الله بن عمر في بعض رواياته لهذا الحديث يقول: فما أدري أذكر صوم رمضان أولا أو ذكر الحج قبل صوم رمضان. يعني في ترتيب الكلام واستماعه لهذا الكلام على الترتيب الذي رتبه النبي عليه الصلاة والسلام، هل قال حج البيت وصوم رمضان أو قال صوم رمضان وحج البيت؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا كان حريصا على أن أصحابه يستخدمون الذاكرة، الحفظ في الصدور، الحفظ عن ظهر غيب. والصحابة ضربوا الأروع الأمثلة في قوة الحافظة وقوة الذاكرة. وقد قلت في بعض دروس السابقة كيف كان الصحابة يرجع بعضهم إلى بعض يسأله عما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل، مثل سؤال عمر بن الخطاب، سؤال أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن ميراث الجدة من الأم، أم الأم سأل من حوله من الصحابة ماذا يحفظونه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر ابن الخطاب سأل في أكثر مواقع، عمر، عثمان، علي ابن أبي طالب، كلهم كان يسأل بعضهم بعضا ويرجع بعضهم إلى بعض لتذكر حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبنتذكر أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، الذي استضاف النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، ف
في أول الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام نزل في بيت أبي أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري سمع حديثا من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان معه عقبة ابن عامر، مقام عقبة ابن عامر، ابن عامر أو المسجد اللي موجود فيه ضريح عقبة ابن عامر معروف في القرافة. فأبو أيوب يعلم الحديث ويعلم أن الذي سمعه معه عقبة ابن عامر. بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام أبو أيوب تردد في بعض ألفاظ الحديث، فاشترى راحلة، اشترى ركوبة ناقة وجاء بها، ركبها وجاء بها. جاء بها إلى أين؟ إلى مصر، لأن عقبة بن عامر كان في مصر بعد فتح مصر، وأبو أيوب كان موجودا في المدينة المنورة. وجاء لم يعرف بيت عقبة، فدخل على الأمير مسلمة ابن مخلد الأنصاري رضي الله عنه، وكان أميرا على مصر في ذاك الوقت، وقال له عن بيت عقبة بن عامر، فأرسل معه من يدله على بيت عقبة. ذهب إلى بيت عقبة وراح، فلما نزل طبعا قبله باشتياق، لأن طبعا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين قال له أنا لم آتي لغرض من الأغراض إلا حديث سمعته أنا وأنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المسلم. قال له نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر عورة على مسلم فكأنما أحيا موؤودة، من ستر عورة على مسلم فكأنما أحيا موؤودة. قال له شكر الله لك، وسمع الحديث مرة تانية، تأكد من نص الحديث، وقفل راجعا إلى المدينة المنورة دون أن يذهب إلى هنا وإلى هنا. وبعدين مسلمة بن مخلد كان بيرى أن أبا أيوب ضيف على مصر، فلازم يعطيه يعني تحية، فأعد له جائزة. بحثوا عنه فلم يدركوه إلا قرب العريش كده، يعني في البلاد المصرية من أواخرها، لأنه يريد طبعا الذهاب إلى المدينة المنورة كما قلت. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ذواكرهم، حوافظهم، ونؤكد هذا مرات ومرات، أمضى وأثبت من الكتابة والتدوين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.